نصوته ونديله صوتنا في الصندوق، ولا احنا اللي محتاجين ده وبلدنا اللي محتاجه ده؟ فبلاقي نفسي بجاوب دايما على نفسي ان احنا مش يعني هي مش الموضوع ان هو محتاج ان احنا ننزله، لا، هي الدوله دي محتاجه قائدها، احنا اللي محتاجين سياده الرئيس يكمل معانا المشوار. احنا عشنا مع بعض كل التحديات، حسينا بيها قبل وجوده، استجابته دايما لينا ان احنا نقدر نلحق البلد دي من يد جماعه ارهابيه ووقوف ووقوف القوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه في صف المواطن وفي صف الدوله دي، وعدم دايما. شكرا 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 لكل واحد موجود النهارده. انا واثق طمنتونا على التاهليه النهارده. حزب مستقبل الوطن والنواب والاهالي ده قاعده كلها حماس وحب للريس ده. انا متشكر ليكم. ميعادنا ان شاء الله في الثلاث ايام بتوع الانتخابات، هنقول للعالم كله احنا ورا رئيس بطل حمانا واحنا في ظهره لحد استكمال. سياده الريس باسم الله، شكرا لحضراتكم وبشكركم على حفاوه الاستقبال. شكرا. على كلمة سيادة، والآن مع كلمة فضيلة الشيخ صفوة نظير.